كيفية إخراج الخريطة. دلوقتي الوقت المناسب لحفظ المشروع بتاعنا، بالضغط على أيقونة حفظ مشروع أو السيف بروجكت من شريط الأدوات، أو نضغط على كنترول زائد حرف الاس من الكيبورد. ممكن كمان نخرج الخريطة الخاصة بينا على هيئة صورة جي بي جي أو ملف بي دي اف أو ملف دي اكس اف وغيرها من الصيغ. بنروح لقائمة بروجكت وبننزل لخيار الامبورت على الاكسبورت. طيب الآن لو عايزين ان احنا نخرج الخريطة بشكل احترافي واضيف عليها عنوان مناسب واضيف اتجاه الشمال ومقياس الرسم، يبقى لازم نعمل الخريطة اخراج او لاي اوت. عشان نعمل ده هنروح لقائمة بروجكت ونختار نيو برينت لاي اوت، او نضغط من الكيبورد على كنترول زائد حرف البي ونعطي للمخرج اسم معين، وبيفتح لنا شاشة اخرى بنبتدي بنكبرها نعملها ماكسمايز. واول حاجة بنعملها بهذه النافذة ان يعني احنا بنروح نحدد ابعاد المخرج او اللاي اوت، وهل هي ابعاد قياسية مثلا زي الـ A4 A3 A0 الخ، او ممكن تكون ابعاد مخصصة ان احنا بنكتب ارقام محددة زي ما احنا نحتاج. البرنامج كمان بيتيح لنا ان احنا نضيف اكثر من مخرج لاي اوت او ملف مشروع الخاص بنا. ده على عكس برنامج الجي اي اس او برنامج الارك جي اي اس اللي بيتيح استخدام لاي اوت واحد فقط على ملف المشروع. دلوقتي احنا محتاجين نضيف الخريطة الخاصة بنا على اللاي اوت اللي احنا انشأناه. نروح على شريط الادوات بيسار الصفحة ونضغط على أيقونة Add a new map to the layout. بيعطينا مؤشر أبيض، بنروح نسحب على مساحة اللاي اوت البيضة، هتظهر لينا الخريطة اللي سبق ورسمناها. ممكن كمان نغير حجم امتداد الخريطة، ممكن كان بالماوس بكل سهولة. ممكن كمان نخلي الخريطة تتعرض على مقياس رسم معين مثلا وليكن 1 إلى 30 ألف. وفي الكثير من الخصائص هنذكر منها عمل إطار للخريطة أو اللي هو الفريم أو مربع على الخريطة. كمان هنقدر نضيف عنوان الخريطة اللي هو التايتل من أيقونة Add Label Title، وهنضيفه على اللاي اوتس ونبتدي نكتب العنوان المقترح ونغير نوع الخط وسمكه ولونه وبعض الخصائص الاخرى. طبعا عايز اقول ان البرنامج بيدعم اللغة العربية بشكل كامل. كمان ممكن نضيف مفتاح الخريطة من ايقونة Add Legend ونضغط على الخريطة لتنزيل مفتاح الخريطة. بشكل افتراضي البرنامج بيضع كل الطبقات في مفتاح الخريطة، لكن البرنامج كمان بيتيح لنا ان احنا نحذف بعض العناصر من مفتاح الخريطة وجعل الخلفية الخاصة به شفافة او بدون اطار. كمان ممكن نضيف مقياس الرسم من ايقونة Add Scale Bar ونضعها على الخريطة، وكمان بنقدر نتحكم في الخصائص الخاصة به زي جعله بالمتر او الكيلومتر او الميل. ممكن كمان اضيف نص على الخريطة وليكن مثلا للمصدر او لكتابة اسم الشخص منشئ الخريطة او صاحب الخريطة. بكده بتكون اللي اوت جاهزة للطباعة او للتصدير لاي صيغة، مثلا ممكن نصدرها كصورة بصيغة جي بي جي او صيغة اس في جي او صيغة بي دي اف. في حالتنا هنا احنا هنحفظها كصيغة بي دي اف ونخلي الملف محتفظ بطبقة الفيكتور ونقول له سيف. بيظهر لنا رسالة باللون الاخضر اعلى الصفحة عشان ممكن ننقر عليها ونستعرض المسار اللي موجود فيها ملف البي دي اف المخرج حاليا، ونروح نفتحه ونتأكد ان بياناتنا صحيحة. الخاتمة. دي كانت نبذة مختصرة عن كيفية التعامل مع برنامج الكيو جي اي اس. كمان انا متأكد ان في موضوعات كتير لم اغطيها في هذا الفيديو، لكن لو حضراتكم عجبكم الفيديو وعايزين فيديوهات تانية او
فيديو لتعليم جزئية معينة في البرنامج، يا ريت تقولوا لي ده في الكومنتات أسفل الفيديو. وممكن كمان لو قابلكم أي أسئلة خاصة بالبرنامج تطرحوها عبر موقع ستاك اكستشينج، وممكن كمان تستعينوا بالهيلب الخاص بالبرنامج، فهو جيد جدا وبيشرح كل خطوة بالتفصيل، وكمان هنلاقي بعض الصور. ممكن كمان تعيدوا الفيديو مرة تانية وتتمعنوا في كل خطوة فيه. ما تنسوش كمان تحملوا بعض الدوكيومنت من موقع البرنامج. كمان البرنامج بيتيح تنزيل بعض الملحقات او البلاجنز المجانية اللي بتنزل مع البرنامج، زي الصورة اللي هتظهر في البرنامج دلوقتي. وكمان بنقدر نحمل اي بلاجنز من خلال ان احنا بنروح من قائمة بلاجنز وهنضغط على المانج اند انستول، نقدر نضيف اي ملحقات خاصة بينا. ودي واحدة من نقاط قوة البرنامج في الجي اي اس. التعريف بمقدم الفيديو: قناة هيثم الألواني على اليوتيوب بتقدم محتوى متعلق بمواضيع جغرافية وأخرى متعلقة ببرامج الرسومات الهندسية ونظم المعادلات الجغرافية الجي اي اس والإشارة عن بعد الار اس. هدفه نشر الثقافة الجغرافية بين طلاب ومنسوب الجامعات في الوطن العربي بأسلوب شيق وبسيط، وبيفتح لنا أفق جديدة سواء للطلاب أو المتخصصين في المجال، وبنحسن مستواهم الفني والأكاديمي. اللي بيقدم الفيديوهات هو هيثم علواني، وهو باحث دكتوراه في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، ومحرر ومدون لدى بعض المجلات الرقمية والمواقع أشهرها المنتدى العربي لنظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس عرب والويكيبيديا ومجلة خبراء نظم المعلومات الجغرافية. مستشار جغرافي لدى العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولدى بعض الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة والمكاتب الهندسية والشركات. مترجم له العديد من المقالات والتقارير المترجمة ودراسات الجدوى في موضوعات جغرافية ونظم المعلومات الجغرافية. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة. معكم هيثم العلواني، وان شاء الله هنتكلم النهاردة عن كيف تتعلم برنامج كيو جي اس في 30 دقيقة فقط. برنامج كيو جي اس واحد من افضل برامج نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس لسطح المكتب، وهو برنامج مفتوح المصدر او open source يدعم استعراض وتحرير وتحليل البيانات الجغرافية. الفيديو ده كمان موجه سواء للمبتدئين في مجال الجي اي اس او حتى المحترفين او اللي عندهم خبرة في برامج نظم المعلومات الجغرافية الاخرى، مثلا زي الماب انفو والجيوميديا والارك جي اس. كمان الفيديو هيعطيك نبذة مختصرة ومركزة عن البرنامج. واختصارا لوقتهم، انا قسمت الكورس الى 20 موضوع ووضعت روابط ليها اسفل الفيديو للوصول السريع، فممكن تقرأوا هذه المواضيع في خانة الوصف اسفل الفيديو، واللي عايز يوصل لموضوع معين يضغط على الرابط الخاص به عشان يحولكم بشكل سريع للموضوع اللي هو عايزه. كمان في نقطة مهمة عايز اشير اليها، ان الفيديو ده مش هيجعل منك محترف في الجي اس، لكن هيديك المعرفة الكافية ليضعك على الطريق الصحيح عشان تقدر تفيد مجتمعك وتقدر كمان تبني مشروعك الصغير. واحد من اهم اسباب ومفاهيم تعلم هذا البرنامج هو كيفية جعل الواقع الحقيقي للظاهرات والاماكن على الكرة الارضية يمثل بشكل مسطح على شاشة الكمبيوتر. كمان عشان نبدأ الجي اس لازم نعرف يعني ايه بروجيكشن او اسقاط الخريطة، وهي طريق لتمثيل سطح الارض على الورق المسطح قديما، ثم انتقل الموضوع لتمثيله على شاشات الكمبيوتر او الحاسوب، وده بيمكننا من قياس المساحات والمسافات على الخريطة بشكل صحيح. فيوجد كثير من العلماء اجتهدوا في وضع مساقط متعددة للارض، اشهرها مسقط لامبرت او ميركاتور. عايز الفت نظركم كمان ان البرنامج مجاني بالكامل، ولا طلب دفع اي رسوم او تكاليف للرخص الخاص به. الاصدار كمان اللي هنشتغل عليه هو النهارده هو 3.4، ولكن الاصدار الاخير للبرنامج هو 3.12. سبب ان احنا هنشتغل على الاصدار 3.4 هو ان هو اكثر استقرارا وباخطاء محدوده. كمان البرنامج بيدعم اجهزه ال 64 بت. كمان البرنامج بيقدر يشتغل على اجهزه الماك واجهزه اللينكس، وكمان موجود على تطبيقات جوجل بلاي والاب ستور، ان هو يقدر يشتغل على الموبايل اند التابلت. كمان حجم البرنامج صغير نسبيا، ويصل من 300 ل 400 ميجا تقريبا. كمان يمكن ايضا تحميل البرنامج بكل سهوله من موقع البرنامج، وهسيب رابط تحميل البرنامج في خانه الوصف اسفل الفيديو.